الرحمن الرحيم، اهلا بيكم طلابي وطالباتي الاعزاء، ومعاكم دكتوره ابرار. ونكمل الانترودكشن تو هيومن فيسيولوجي، علم وظائف الاعضاء. هنكمل المقدمه، ندخل في سلايد نمبر 6 اللي وقفنا عندها. الهوميوستاسيس يعني ايه؟ هوميوستاسيس هي حاله من حالات الثبات، زي ما احنا شايفين الاليفنت كده. طبعا مستحيل يحصل، لكن الحاله دي بتحصل للبودي، للجسم بتاع الانسان. طب ايه معناها او تعريفها باختصار؟ هي عباره عن المينتيننس او المحافظه على حاله من الستيدي ستيت، ستيدي ثابت مستقر يعني. اوكي، نقدر نسميها مستقر افضل. ان ذا بودي، حالة ديت مستقرة في الجسم despite، بالرغم من changes، التغيرات في الاكسترنال انفايرمنت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اي تغير حواليا، درجة حرارة مرتفعة جدا جدا، لكن انا جسمي بما زال محافظ على درجة حرارته الطبيعية. اوكي، داخل الجسم، فلازم الجسم يكون في حالة مستقرة. طيب ايه الحاجات اللي كمان لازم الجسم يكون محافظ عليها بالرغم من تغير البيئة؟ مش بس درجة الحرارة، ممكن دايما بحب اعمل كده مخططات، وانتوا كمان اعملوها، بتسهل الحفظ وبتثبت المعلومه في الدماغ. عندك مثلا درجه الحراره، التمبريتشر جوه الجسم لازم تكون ستيدي ثابته، رغم اي مؤثر خارجي. لازم البي اتش، الحموضه، الريسبيراتوري ريت اللي هي معدل التنفس له درجه معينه او ارقام معينه حسب طفل او كبير، الهارت ريت، النبضات القلب. دي كلها حاجات، عوامل اسمها بنسميها المؤشرات الحيوية. احنا هناخدها بالتفصيل بعد كده، وهناخدها في مواد اخرى. الهارت ريت، الاوزمولاريتي اللي هي الضغط الاسموزي، وغير الضغط الاسموزي الضغط العادي اللي هو البلاد بريشر اللي هو الطبيعي بتاعه 120 على 80. لازم الجسم يكون في حالة هوميوستاسيس، في حالة ستيدي ستيت. تمام، طيب نشوف كده بيتكلم على ايه هنا في سلايد نمبر 7. all systems، كل الاجهزة في جسمنا، in the body participate، بتشارك وبتتعاون في عشان توصل لحالة الهوميوستاسيس، عشان باي عن طريق المحافظة على constant ECF. ايه هو ال ECF؟ باختصار ال ECF هو ال extra cellular fluid. extra يعني خارجي، سيلولر خلوي، فلويد اللي هو السوائل. تمام، طيب يعني ايه؟ يعني عندي خلية اهي، this is the cell، عندي جواها سوائل فلويدز، وخارجها من بره في فلويدز. السوائل الخارجية دي اسمها extra cellular fluid اللي بتحيط بالخلية، او نقدر نقول ان هي بين كل خليه وخليه، دي خليه وخليه بينهم سوائل، اسمها اكسترا خارجي. تمام، خارجيه. او واللي جوه، اللي جوه بقى نوع اخر من الفلويد، النوع التاني اللي هي اسمها انترا، انترا سيلولر فلويد، داخليه. كلمه انترا يعني داخلي، طبعا واضحه وسهله. طيب احنا بنحافظ بقى على السوائل، مش بس السوائل جوه الجسم، حالة الهوميوستاسيس، مش بس السوائل جوه الخلية، كمان الحجم، الاوزمولاريتي اللي هي الضغط الاسموزي، درجة الحموضة، البي اتش، ضغط الدم، بلاد بريشر، الريسبيراتوري ريت، معدل التنفس، البالسز اللي هي النبضات، ليها اسم تاني ممكن نقول الهارت ريت، وكمان نبضات القلب اسمها البالس ريت او الهارت ريت، والبادي تمبريتشر درجة الحرارة. سهلة جدا. طيب نشوف بقى بعد كده بيتكلم على ايه هنا. هاي بيتكلم عن ان your body has many mechanisms، جسمنا سبحان الله ربنا خلقه بعدد من الميكانيكيات، هو بيكيف نفسه، هو بيأقلم نفسه، it can adapt، بيقدر يتكيف، that keep، فبالتالي يحافظ، keep يعني يحافظ، زي maintenance اللي من شوية، بيحافظ على cell surrounding constant، يعني بيحافظ على surroundings الاشياء المحيطة بالخلية اللي هي الضغط والضغط الاسموزي وما الى ذلك، والبي اتش، دي اسمها surrounding، كل ما يحيط بالخلية لازم يكون ثابت بالرغم من اي تغير خارجي. اوكي، وهي دي حالة الهوميوستاسيس، وهي حالة مهمة جدا، لانها لو فشلنا it fails، لو فشلنا هيصبح الانسان مريض. يعني لو فشل الجسم، امتى يحدث المرض؟ اذا فشل الجسم في تحقيق حالة الثبات. يعني ايه؟ يعني لو اصبح الجسم بيتأثر باي مؤثر خارجي ومش قادر ان هو يحافظ على ثباته، فيتغير الهارت ريت
ويتغير البلاد بريشر وضغط دمه يرتفع، فهو في حالة دي هو إنسان ill أو مريض. ممكن نقول مش هنقول tired يعني متعب، بس ill مريض، sick كمان يعني مريض. أوكي، المصطلحين دول مهمين وسهلين جدا. أوكي، وبيقول لي كمان بالعكس كمان ممكن it may die، ممكن يموت لو لم يحافظ على حالة الثبات اللي هي الهوميوستيزيس. اوكي، نمبر 9، سلايد نمبر 9، بتتكلم على النيجاتيف فيدباك ميكانيزم. في ميكانيزم نيجاتيف فيدباك يعني عكسي، او التغذية الراجعة العكسية، النيجاتيف اللي هي السلبية، used by most of the body system، اغلب جسمنا اغلب اجهزة الجسم بتستعملها، وبتسمى نيجاتيف ليه؟ لان الانفورميشن caused by the feedback cause a reverse، بتكون عكسية، بتعمل شيء عكسي. يعني زي هرمونات الثيرويد اللي هي TSH، الغدة الدرقية، اوكي، اللي هي بتفرز هرمون الثيروكسين، اوكي، TSH و T4، بتكون الاستجابة بتاعتها عكسية، يعني لو زاد الشيء ينقص الهرمون. تمام، في حاجات بقى لا بوزيتيف، البوزيتيف ديت لو زاد، مثلا لو زاد مثلا هرمون الاكسيتوسين، ده هرمون موجود في الرحم في اليوترين، بيزيد مع الانقباضات الكونتراكشن عشان تحصل الولادة. دايما في حالة ولادة الام بيزيد هرمون الاكسيتوسين، عشان كده في حاجة اسمها الطلق الصناعي. لو الام ما جالهاش اصلا طلق، ايه هو الطلق؟ هو ده، هو الهرمون الاكسيتوسين، يدوها طلق صناعي اللي هو هرمون الاكسيتوسين خارجي بيحقنوها بيه عشان يزود الانقباضات بتاعه الرحم، كونتراكشن 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 لغايه ما تولد بولاده طبيعيه، لكن عن طريق الطلق الصناعي. تمام، وهي تعتبر افضل من الولاده القيصريه مثلا دي يعني. اوكي، لكن الافضل طبعا انه يكون الطلق طبيعي، ان هو الاكسيتوسين هرمون يشتغل عندها. لكن لو ما اشتغلش والمرأة كملت الشهر التاسع، فبيضطروا ان هم يدوها الاكسيتوسين هرمون ده الطلق الصناعي لو هي مصممة تولد طبيعي. تمام، دي بس معلومة خارجية كده. فايه هو بقى البوزيتيف فيدباك؟ هو انكريز او اكسلريت، بيسرع او بيزود الريسبونس الاستجابة. تمام، زي ما اتفقنا الاكسيتوسين هرمون بينتج ديورنج اثناء اليوترين كونتراكشن، اثناء انقباضات الرحم، وبيؤدي الى انكريز الفريكوانسي، وبيزود السترينث. الفريكوانسي يعني تردد، يعني مره ولا مره، انقباضات ورا بعض، والسترينث كمان قوه الانقباضات دي. تمام، اوكي، عشان كده اسمه بوزيتيف، لانه هو بيزود الشيء، لكن غير التايروكسين كان بيقلل. تمام، البادي كومبوزيشن، مما يتكون الجسم. الجسم بكل سهوله بيتكون من 18% بروتين، 15% دهون فات، و7% مينرالز اللي هي معادن، صوديوم بوتاسيوم كالسيوم اند اتسترا الى اخره. الفلويد بقى، السوائل في الجسم 60%، الرقم ده حفظ جدا بيجي في الاختبارات. 60% من جسم الانسان عباره عن سوائل. طب هل جسم في قد جسم الطفل قد جسم العجوز؟ لا، بيختلف حسب العمر، وحسب كمان كمية الدهون. يعني لو واحد سمين، يبقى هنا بيقولك اهو percentage of total body water affected، تتأثر بالعمر وكمية الدهون في الجسم. لو واحد تخين او واحد نحيف، ده thin، وواحد thick، او مش هنقول thick هنقول fat، يعني سمين، اوكي، واحد سمين دهون كتير في جسمه، فبالتالي الماء قليل في جسمه، الواتر بتكون اقل. لكن طبيعي الفلويدز 60%، بنسميها سوائل مش بنسميها مية بس يعني. اوكي، الواتر 60%. لو انسان عنده 70 كيلو جرام وزنه، فبيكون برضو 60% من جسمه سوائل، يبقى كام؟ يبقى هتكون حوالي 42 لتر. طيب لو شخص مثلا وزنه 80 كيلو جرام، هيبقى كام؟ هنحسبها برضو بنفس الطريقة، بنضربها في 60 على 100، هيطلع لي الرقم كم لتر من جسمه. اوكي، سهلة جدا. بيقولك هنا معلومة اهو، قلنا انه بيتأثر بالعمر، انتبهوا، بتيجي دايما في الاختبارات، بيتأثر كمية السوائل affected by age و by fat، نسبة الدهون في جسمك.
العمر، الطفل الفيتس الجنين وهو في رحم امه، الفيتس اللي هو الجنين بيكون عنده جسمه كله عبارة عن فلويد، سوائل 100%. لما بيكبر شوية بيبي at birth، لما بيولد مثلا في عمر مثلا 6 شهور الى سنة مثلا، نقدر نقول 80% من جسمه فلويد، 70% من جسم الادلت البالغ مية. طبعا واحنا قلنا اتفقنا هي 60% دي النسبة المتوسطة، اكبر من كده شوية نورمال ادلت مثلا عنده 40 سنة. لما يجي يعجز قوي بقى بتقل النسبة، الالدرلي بيرسون يعني شخص عجوز، الدرلي الدرلي اوكي او اولد مان، بيبقى عنده 50%. عشان كده لو تلاحظوا يا اصدقائي ان الشخص لما يعجز جسمه بيكرمش كده ويحصل عليه تجاعيد لان السوائل قلت. فدايما ننصح الكبار السن، دايما انصحوهم طبعا بما انكم يعني في مهنة طبية، لازم نأثر على اللي حوالينا، مش بس بنذاكر وبننجح، لا نكلم اللي حوالينا، اصدقائنا، جدتي، جدي، تقولي لهم اشرب مية كتير عشان جسمك ما يحصلش له شرينكش اللي هو عملية التجاعيد او الانكماش. فهو محتاج جدا للسوائل، وكمان محتاج للسوائل ليه؟ مين الشطور اللي يقولي؟ عشان دايما الكبار السن بسبب قلة السوائل بيحصل لهم constipation. مين الشطور يقولي يعني ايه constipation؟ ممتازين، امساك اللي هي عكس الاسهال يعني. فالامساك ده في المعدة بسبب قلة السوائل في الجسم، فاحنا دايما ننصحهم ان هم ياكلوا فايبرز والياف، خس، جرجير، خيار طول الوقت، وكمان فواكه اللي هي فيها الياف زي البرتقال، البطيخ، ما الى ذلك، اي حاجه فيها فايبرز، كل انواع الفواكه يعني والخضروات الورقيه الخضراء. وكمان يكتروا من شرب الماء منعا للكونستيبيشن، ودايما الادويه بتاعه الكونستيبيشن بتعالجه خطر والسايد افكتس بتاعتها عاليه، فاحنا نعوض عنها بالشرب الميه وكمان باكل الفايبرز. طيب هنا بس حاجه بسيطه، بيقولك هل كل الخلايا في جسمنا بيكون فيها نسبه السوائل متساويه؟ لا طبعا، عند البلازما في الدم كلها ووتر وفيها تيشو انسجه قليله جدا، المسلز لو عضلات اغلبها برضو مية، عشان كده في الجيم بننصح انه يشرب مية كتير، لان العضلة عشان يبني عضلة لازم يشرب مية كتير. اوكي طيب، والتشو اقل، البونز تعتبر التشو انسجة العظام اكتر، عشان كده العظم بنلاحظ ان هو ايه صلب غير العضلة، البون عظم صلب لانه انسجة اكتر من مية. الاديبوز تشو بقى الفات الدهون كلها أنسجة دهنية، كل ما كثرت الدهون أقل الماء، زي ما قلنا الشخص السمين بيكون جسمه أقل مليان دهون والمية قليلة. أوكي ندخل هنا بقى إعادة للكلام، اللي هو 60% تبقى عبارة عن 72 لتر، ده لو حد عنده 70 وزنه 70 كيلو جرام. بيقولك طيب 60% دي كلها فلويد في جسمنا، لكن بعضها إكسترا سيلولر خارج الخلية برا يمثل 20%، يعني كمية قليلة خارج الخلية، لكن الكمية الأكبر داخل الخلية كام؟ 40% inside the cell. تمام، النسبة الكبيرة جوه الخلية internal أو intracellular fluid، لها اسم intra أو internal داخلي، هنا extra أو external، extra خارجي، extracellular فلويد، لازم نحفظ الرموز دي يا حبايبي، والاي سي اف انترنال او انترا سيلولر فلويد داخل الخليه نفسها. طيب هنا البادي، التوتال بادي ووتر، بيعيد الكلام طبعا، بيقول لك ان هو 40% اكسترا وانتر، نفس السلايد اللي قبلها تقريبا. اخر حاجه النوتس هنا معانا بيقول other extra cellular fluids، في حاجات بقى ترانس سيلولر فلويد، الاكسترا سيلولر اللي هي بين الخلية خارج الخلية، اتفقنا كلمة اكسترا خارج الخلية يعني بين الخلايا وبعض، بتكون قليلة جدا زي ما اتفقنا 20% نسبتها، وهي بتشتغل كلوبريكانت، لوبريكانت يعني كأنها تمنع الاحتكاك بين الخلايا، زي السائل السينوفي، السينوفيال فلويد اللي هو في الركبة، يعني عندنا احنا مفصل الركبة، عشان عبارة عن هنا في النص كده سائل سينوفي
هديهولكوا بلون مختلف. هنا السائل الساينوفي او الساينوفيال فلويد يمنع احتكاك الركبه، عشان كده الشخص اللي عنده خشونه بيكون ايه بسبب ايه؟ ان السائل ده قل جدا او يكاد ينعدم. الكبار السن واللي بيشيلوا اشياء تقيلة او بيقف كتير او بيطلع سلالم كتير، كل الاشياء دي ممنوعة، لانه بيخلي بين الجوينت بين المفصلين بيكون ايه السائل دوت، ربنا خلقه عشان يكون لوبريكانت يمنع احتكاك الجوينت. لكن لو قل بيؤدي الى ايه خشونة المفاصل. تمام. عندنا ايه هنا كمان بيقولك، كمان مش بس الساينوفيال فلويد، سبحان الله ربنا خالق حول عضلة القلب حاجة اسمها البيري كارديال فلويد. كارد يعني هارت، قلب. بيري كارديال فلويد سائل حول عضلة القلب، لازم كميته تكون قليلة. لو زادت بسبب اي مرض، مثلا ضعف عضلة القلب مش قادرة تضخ الدم، السوائل تتجمع حوالين العضلة ويؤدي الى تضخم عضلة القلب، وده مرض خطير. فده اسمها السوائل اللي حواليه اسمها بيري كارديال فلويد. كلمة بيري دايما معناها حول. تمام. طيب حول اللانجز برضو لو زاد حوالين الرئتين السوائل اسمها بيلورال فلويد. ديت حاجة خطيرة جدا، تجمع السوائل حول الرئة خطر خطر خطر، وتؤدي ايه الى مرض معين. وعشان كده احيانا بنسحبها في المستشفيات، بنسحبها بالخزع، بنسحب السوائل ديت، بس ممكن ترجع تاني. بيكون ده برضو بسبب ضعف عضلة القلب، بتأثر على اللانجز، بتأثر على الرئتين، واحيانا بيكون بسبب مشاكل في الكلى برضو. فالمعلومات ديت برضو ان شاء الله انا هعرفكم بيها في المواد التانية، لكن نكتفي ان شاء الله في الفسيولوجي يعني رؤوس الاقلام ديت، ويعني حاجات هتفيدكم جدا، افهموها كويس عدي عليكم كتير. فبيقولك هنا كمان اخر حاجة النورمال كونديشن، لازم الجسم يكون في حالة نورمال. طب عكس النورمال حالة اسمها اب نورمال، غير طبيعية. اب يعني نمفي، نفي، غير طبيعي. اب نورمال كونديشن حالة غير طبيعية بتؤدي في السوائل او اختلال في الفوليوم في الحجم، هيؤدي الى مرض اسمه السايتس او اسمه الاستسقاء. يعني هو حالة ان اي جسم يتجمع فيه السوائل فبنسميه استسقاء. تمام. اي عضو في الجسم بيتجمع فيه سوائل. يبقى المهمة جدا السلايد دي، بيقولك لو زادت الاكسترا سيلولر عن حجمها بيؤدي الى الاستسقاء. الاكسترا سيلولر اصلا ربنا خلقها very small amount، 20% فقط، وربنا خلقها كلوبريكانت. مهم الكلمه دي، لوبريكانت قلنا كملطف كملين تمنع الاحتكاك، بيكون موجوده في اماكن كتير. عطانا هنا في الثلاث امثله فقط، الساينوفيال فلويد، البيريكارديال حول القلب، والبلورال فلويد حول الرئتين. اتمنى ان انا اكون ساعدتكم، اتمنى ان يكون الموضوع سهل وبسيط. اي سؤال، اي استفسار، اي مساعده من عينيا، اللي محتاج اي حاجه يستفسر مني، واكتبوا لي في الكومنتس او تواصلوا معايا على الواتساب، مفيش مشكله. اتمنى لكم كل توفيق، لا تنسوني من دعواتكم، واشتركوا في القناه، هتلاقوا فيها ان شاء الله بقيه المحاضره. ان شاء الله كل يوم هعمل لكم جزء كده يساعدكم. لا تنسوني من دعواتكم، اتمنى لكم كل توفيق، في امان الله.